في أسئلة الجوينت ميثودز بيطلب منا حساب الفورسز في كل الممبرز. قبل ما أبدأ أحسب أحدد الزيرو ممبرز، الممبرز اللي فيها زيرو فورس بنسميها زيرو فورس ممبرز أو باختصار زيرو ممبرز. طب إيه حالات الزيرو ممبرز؟ الأول ما أشوف حالة منهم أقول الممبر ده زيرو. شوفوا شكل زي كده، عندنا مجموعة ممبرز وفي لود، لكن بصوا للمبدئين لنقطة ايه الجوينت ايه، عندها تو ممبرز ملتقين بزاوية، هنا الزاوية قايمة هنا هتبقى الزاوية مش قايمة. الجوينت دي ما عندهاش اي فورس، فلو درسنا سيجما الاف اكس هنلاقي ان الفورس اي بي ما معهوش قوة الجهة المقابلة، وبالتالي هو لازم يكون صفر. نفس الشيء سيجما الاف واي، الاي اف قولي من فوق في فورس صح، في رياكشن وفي فورس ده يتحل، ما تبصش لفوق، بص لكل جوينت، كل جوينت شود بي ان اكوليبريم. فلو بصيت لنقطه ايه من تحت هنا كده مش اف، هلاقي ان الفورس اي اف ما معوش قوه، وبالتالي لازم يكون صفر. لما اروح بقى الاف عارف ان ده صفر، اكمل الباقي. ما تبداش من فوق تقول لا ده مش صفر، ده هنا في فورس رأسي رياكشن اف واي، وهنا في اف بي يتحل الرأس، مش دعوه فوق، ما لو فوق طلع له قيمه يبقى تحت في قيمه ومعهوش فورس، يبقى النقطه دي مش ان الكوليبريم. طيب يبقى شلنا الاثنين دول، بص للنقطه اللي اسمها دي، عندنا برضو تو ممبرز ملتقين وبينهم زاويه، مفيش فورس عند النقطه. لو حللت الفورس اللي في الممبر اي دي افقي يبقى مثلا كده كوساين كده ساين، ما معوش حد، يبقى لازم الفورس هنا صفر. طب طالما ده صفر وده ما معوش حد، يبقى من سيجما الاف واي يبقى لازم ده صفر. اقدر اشيل الاربعه ممبرز دول وابص للتراس ان في 1 2 3 4 5 ممبرز وادرسه. يبقى لو قال لي find the forces in each member and state if it is in tension or compression، قبل ما ابدا احل اشيل عن نفسي الزيرو فورس ممبرز اللي هم دول في الشكل ده. يبقى عندنا الحالة الأولى إن يكون في عندنا قوتين أو تو ممبرز ملتقين عند نقطة سواء زاوية قايمة أو زاوية غير قايمة، ومفيش فورس عند الجوينت دي. طيب كمان لو عندنا اتنين ممبرز على استقامة واحدة زي السي دي والدي إي، وطالع منهم منبر عمودي عليهم او بزاوية، هعتبر ان المحور ده اكس والعمودي واي. فلو شفت سيجما الاف واي نقول مثلا كده اكس وكده واي او العكس، لو قلت سيجما الاف اكس هنلاقي ده يساوي ده، لكن هيهمني سيجما الاف واي، ده ما معوش حد يبقى الاي دي بصفر. شوف كمان هنا ادي الاكس وادي الواي او العكس، لو خدت سيجما، لو قلنا سيجما الاف واي هنا كان ده بصفر، سيجما الاف واي برضو يطلع الاف اي سي ده كده كوساين هنا ساين، ساين ما معوش حد يبقى كمان ده بصفر. يبقى لو قال لي فايند ذا فورس ان اتش ذا فورس ان اتش ممبر اند ستيت اف اتس انتنشن اور كومبريشن، قبل ما ابدا اشيل الاي دي واشيل الاي سي وابص للتراس ان هو 3 ممبرز تراس، وحل بس التلاتة دول ودول خلاص انا عرفت ان هما صفر قبل ما ابدا الحل. طبعا ده بيسهل كتير لما بيطلب مني الفورسز في كل الممبرز في تراس كبير.